أخبار اليوم. السؤال الثاني من النموذج الثاني اللي احنا بنحله مع بعض بيقول اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية. مش بنقل عبارات في ورقة الإجابة، ولكن أنا بكتب بس الكلمة المناسبة التي تدل على المصطلح العلمي. عظمة يوجد بطرفها العلوي تجويف يستقر فيه النتوء الداخلي لعظمة العضد. أكيد هذه العظمة هي عظمة الزند. 2. وريقات الكأس والتويج عندما يصعب التمييز بينهما يطلق على ذلك الغلاف الزهري. تكاثر جنسي لا يعتمد على وجود الأمشاج فيقصد بذلك الاقتران. العوامل الحاسمة التي تتحكم في الصفات الوراثية ده مفهوم الجينات. مجموعة غير متجانسة من البروتينات التركيبية والتنظيمية التي تدخل في تشكيل الكروماتين يقصد بهذه المجموعة من البروتينات التركيبية والتنظيمية البروتينات غير الهستونية. بروتين ينتجه الجسم يقاوم تضاعف الفيروسات المسببة للأمراض السرطانية هذا يعرف باسم بروتين الأنترفيرون، وهو من البروتينات التي ينتجها الجسم. طيب نشوف السؤال الفقرة الثانية. الفقرة الثانية استكمالا لهذا الجزء الفقرة الثانية من السؤال الثاني عن اللي ما يأتي. يختلف وظيفة النقير في كل من البويضة والبذرة. وظيفة النقير في البويضة يدخل منها أنبوبة اللقاح لنقل النواتين الذكريتين إلى محتويات البويضة لإتمام الإخصاب المزدوج. أما في البذرة فالنقير يدخل من خلاله الماء عند إنبات البذور. 2. تكون جسم قطبي في بداية مرحلة النضج أثناء مراحل تكوين البويضة في أنثى الإنسان. أكيد الجسم القطبي يخلص البويضة من نصف عدد الصبغيات. 3. وجود ثقب في مؤخرة الجمجمة. هذا الثقب يتم من خلاله اتصال المخ بالحبل الشوكي. 4. لا يعتبر نقص كروموزوم جنسي عند بعض الكائنات حالات شاذة. عندنا مثال للجراد والبق، هذه الحشرات والخنافس يكون الذكر فيها أقل صبغي عن الأنثى، والصبغي الناقص يكون من الصبغيات الجنسية ولا يعتبر ذلك حالة شاذة، فيصبح تركيبه الصبغي 2 س زائد اكس 0 او اكس او على اعتبار ان هو عنده اكس ناقص او صبغي واي ناقص. 5. على الرغم من ان البكتيريا والبشر كائنات مختلفة تماما عن بعضهما الا انه من الممكن لصق قطعة من حمض الدي ان اي البشري ببلازميد البكتيريا. ده سببه ان كل الدي ان اي في جميع الكائنات الحية يتكون من نفس الأربع نيوكليوتيدات الأساسية اللي هم معروفين بالنسبة لنا، نيوكليوتيدة الـ A والـ T والـ C والـ G. كمان أنه بيستخدم إنزيم قصر من نوع واحد عند عملية القطع، لذا نحصل على أطراف لاصقة متماثلة. عندي مسألة بتقول ما ناتج تزاوج ملكة نحل سوداء اللون هجين مع ذكر أصفر، مع العلم أن جين اللون الأسود ساعد على جين اللون الأصفر، حلل على أسس وراثية. ملكة النحل البويضة التي تنشأ منها ملكة النحل هي بويضة مخصبة والجسم أسود، والسؤال بيقول إنها أسود هجين، عشان كده لما قلت الملكة
لو قلت الملكة هتبقى بي كابتل بي سمول. ليه مثلتها بزوج من الجينات؟ علشان هي جاية من بويضة مخصبة. لكن الذكر بقى بينتج من بويضة غير مخصبة، عشان كده هو أصفر فكتبته بي سمول بس، مفيش حاجة تاني. تبقى الملكة سوداء والذكر أصفر. وبالتالي عندي كام نوع من البويضات؟ بويضة بي كابتل، بويضة بي سمول. لكن بالانقسام الميتوزي تتكون حيوانات منوية. لو البويضة دي لم تخصب تعطي ذكرا اسود، والبويضة دي اذا لم تخصب تعطي ذكرا اصفر. لكن نفس البويضة لو كانت خصبت هتديني بي كابتل بي سمول ملكة او شغالة، بمعنى انثى سوداء. ولو خصبت بهذا الشكل هيديني انثى، سواء كانت ملكة او شغالة ولكنها صفراء. يبقى الذكر هنا بيمثل بجين واحد، ومكتب جنبيه ذكر اسود، ذكر اصفر، انثى سوداء وانثى صفراء. هي دي طريقة حل المسألة. يبقى لما يقول لي النحل بالذات، النحل ده حالة خاصة، بحل مسألته بحالة خاصة تماما، لأنه عنده نوعين من التكاثر. عنده تكاثر جنسي عادي بالأمشاج، وعنده تكاثر لا جنسي بالتوالد البكري، ومن حق أن أنا أعرض الاحتمالين. نرجع بعد كده ل باقي السؤال. وضح بالرسم فقط الحمض النووي تي ار ان ايه، اللي هو الار ان ايه الناقل. طبعا في ناس كتير جدا ممكن تتوقع ان الرسم ده ما يجيش في الامتحان، لكنه ممكن يجي، عشان كده تعرضنا ان احنا نحط هذه الفقره ونرسمها مع بعض. الار ان ايه الناقل هو عباره عن له شكل مميز. مش مهم ان انا احط كل القواعد المطلوبه، انا برسم رسم بسيط جدا، وبيبتدي زي ما انتم عارفين من 5 شرطه وبينتهي عند 3 شرطه. لكن اللي يهمني ايه؟ البيانات. ان لما احط هنا 3 كودونات وسميهم وليكن سي سي سي، يبقى ده اسمه مضاد الكودون او مقابل الكودون. وهنا سي سي اي، طب ليه انا بقراها كده؟ بقراها علشان هي من 5 في اتجاه 3، تبقى سي سي اي. ايه سي سي اي دوت؟ ده موقع ارتباطه بالحمض الاميني، موقع ارتباطه بالحمض الاميني اللي هو سي سي اي. خلاص. سي سي اي. يبقى مهم جدا، انا مش طالب رسم جميل، مش طالب شكل معين، ولا اقعد اعمل ازدواج، ولا اقعد اعمل قواعد في الداخل. انا كل يهمني ان انا عندي مضاد كودون مهم قوي في رسمتي، وعندي بعد كده الجزء الثاني اللي هو خاص بموقع ارتباطه بالحمض الامين. ده كان السؤال الثاني.